السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج أمي فاطمة. اليوم غادي ندير لكم حاجة معمرة. بالنسبة للتعمير ديالها غادي نديرو المدنوس، القزبور، الزيتون طحنتو مع الشامبينيو، درتهم في الماكينة وطحنتهم مع المشين، ولاو ليا بحال هكا. ثوما الزبينار، سكسو، درت سكسو ديال الزرع ولكن ديرو سكسو عادي ماشي مشكل، الهريسة، الحامض، العطرية كان عندنا الكمون، البزار، الملحة، الزعفران. من ناحية الخضرة ديالو عندنا الشامبينيون، القمرون، الزيتون، الكرامار، وهادو نزوقو بيهم. دابا غادي نقولو بسم الله. دابا غادي نديرو التعمير ديال الحوت ان شاء الله. غادي نديرو القياس، نديرو شويه ديال السكسو. الناس غتجيهم غريبه شويه هاد التعمير ديال السكسو، ولكن جربوه راه غادي يجي مزيان. غادي ندير الزيتون والشامبينيون اللي طحنت في الماكينه، هروشتو شويه. غادي ندير من النص والنص غادي نخليه باش غنديرو مع المرقه ديال غادي ندير لي زيبين. ها غادي ندير الثومة، الثومة على حسابكم نتوما شنو. أنا كنتدير شوية الثومة. غادي ندير المعدنوس، غادي ندير القزبور، غادي ندير شويه ديال الهريسه على حساب اللي بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها كيعجبو الحريض، الهريسه اللي ما عجبوش بحال هكا. عندي شي ديال الحامض المعصر، غادي شويه ديال زيت العود، الا ما كناش في الاول ولكن هي كاينه باينه. دابا غادي نديرو العطرية، غادي نديرو الكمون، غادي نديرو البزار، نديرو الملحة. نحاولو منكتروش الملحة حيت الزيتون عندنا فيه الملحة. نديرو شوية ديال الزعفران، دابا غادي نخلطو هادشي. نديرو شويه ديال الكمون معاه، اللي بغا يديرو يديرو، اللي مبغاش دابا غادي نخلطو هادشي. دابا التخليطة ديالنا هي تخلطات، باش غادي نعمرو الحوت. غادي نخليوها هنايا في الجن. دابا غنديرو شويه ديال التشرميله باش غادي نشرملو هاديك الحوته. انا مكنحملش نخدم بهادو، غادي نحيدهم. دابا غنديرو شويه ديال الثومه، شويه ديال المعدنوس، شوية ديال القزبور، غادي نديرو العطرية، شوية ديال الكمون، شوية ديال البزار، شوية ديال الملحة، شوية ديال الحامض. الحوت كيبغي شويه الحامض، يكون فيه كتير، شويه ديال الهريسه، ديرو شويه زيت العود،
دابا غادي نخلطو هاد الشيء. الحاجه هاد الشيء شويه باش غادي نعمر هاد الحاجه ديالي. دابا ان شاء الله نكملوا هاد الحوت هادي. الشربيله ديالنا حنا وجدناها، دابا غادي نشرملوها باش نعمروها. غادي نشرملوها مزيان. الدخل ديالها حتى هو نحيد هذا باش تشوفوا مزيان كيفاش تشرمل مزيان. نشرملوها مزيان، الى غطولوها في الغدا شرملوها في الليل باش تشرب لكم مزيان الشرميله ديالها. نقلبوها باش نشرب الجهه الاخرى. دابا هي مشرملها، دابا غنعمرها ان شاء الله. دابا الحوت ديالنا هي عمرناها شرملناها، دابا غادي نعمروها. هاد الحوت هادي كنديروها في الخدمة ملي كنكون عندنا الجروب العراس. يلا هاد الشهر لي داز عمرنا الناس تقريبا شي 50 حوت، كتعجب الكليان وكيسولو عليها، كيسولو عليها الناس داكشي لي دوزت عليه. ميمكنش كل واحد غادي نكتب له بوحدو، لا ما هكا كلشي يشوف كلشي يتبع الطريقه ويعرف. واخا نكتب لكم في الورقه ما غاديش تبعوا بحال كيتبعوني دابا. الحوت ديالنا هي عمرات، نزيدو لها هاد الشرميله اللي بقات، نديرو عليها شويه ديال زيت العود. دابا غنديوها للفران طيب وبعد نتلاقاو باش غادي نكملو الخضره ديالو. دابا غادي ندير ديك الخضره باش غادي نخضر داك الحوسه. دابا غادي ندير ديك القمر، غادي نديرو شويه ديال الماء باش يطيب، غير شويه ماشي بزاف. غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الزعفران. غادي ندير الثومة على حسب كل واحد شنو هذا. خلي بلاتي غادي نزيد المعدنوس، نديرو بدال بتاع تنكشعل مزيان. غادي ندير الكسفور، غادي ندير داك الزيتون اللي ما طحناش، هذا مطحون مع الشامبينيو هذا قصحيح. غادي ندير الشامبينيو، غادي ندير زيت العود، غادي ندير شويه ديال الحامض، نخلط هادشي كامل.
دابا نضفو فوق العافيه كل شويه ماشي بزاف غير شويه. الا طيبتو الكراميل بزاف ما غاديش يبقى يبان لكم في دابا نضفو فوق العافيه طيب واحد شويه ونتلاقاو باش نكملو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نكملو هاد المريقه ديالنا اللي كنجدو الحوته دابا نوريها لكم ها هي بدات كطيب. دابا غادي نزيدو هاد الشامبينيو الزيتون اللي طحنا اللي النص ديالو عمرناه في الحوته النص خليناه غادي داك الكروفيت حيت نقيتو عجبني داك باقي جديد سلقتو درتو في الماء شويه غلا وصفيتو اللي بغا يديرو يديرو اللي ما بغاش يديرو بلاش انا غير عجبني ودرتو خاصها شويه ديال الزيت حتى هي غادي نزيدوها ان شاء الله قياس باش تجي مزيانه. دابا غادي نحركو وغنضربو الزيت طيب من بعد نتلاقاو ان شاء الله. دابا غادي نشوفو الخضره ديالنا في الوصلات ديال الحوت ديالهم غنوريها ليكم هي هادي. دابا غادي نزيدو فيها هاد الكروبيت لان مخصوش يطيب بزاف هو كيطيب غير في السخونيه غادي نزيدوه هنايا وهذا باش غنزوقو اما ديروه في مقلاه مع شويه الزبده والملح والبزار اما غديروه هنايا من بعد غادي تحيدوه دابا غير غنزوقو به. دابا غير واحد الشويه وغادي نحيدوه ها هي دابا طايبه. دابا الحوته ديالنا هي عامره ها هي طايبه نسيت ما فرشتش لكم قبيله على الكسو اللي عمرنا الداخل فورنا جوج ديال التفويرات ها هو غير ما كنكتوش فيه الماء باش تيبقى واقف جوج تفويرات والثالثه راه كيكملها في ملي كنعمرو الحوت ديالو في الفران. دابا بقى لينا غير نجيبو ديك المريقه ديال الحوت هي هادي. دابا غادي نحطوها فوق الحوت وغتشوفو الشكل النهائي ديالها. كل واحد وشنو باغي يدير في الحطه كل واحد يحط كيف بغا. وفي هذا الكراميل وهذا الشيء اللي بغا يديرو يدير واللي مبغاش يديرو يدير غير الزيت المهم كل واحد يدير على قدره. انا هكا كندير لا في الخدمه لا في الكليان في لاكارت ولا في العراس ولا في الجروبات ولا في كلشي. هذه هي الطريقه ديالي كتسولوا عليها بزاف والناس كيسولوني عليها بزاف هذه هي الطريقه باش كنصاوب. نخليو العرس ديالها يبان من حيت الكروبيت انا في الخدمه كندير داك الكروبيت الغليظ
ملي مشيت للسوق نشري لقيت ما كاينش الحوت لهاد الوقت وغالي شويه. انا غادي نعدي لكم غير بعد نصوخ. الزواق كيف كنقول كل واحد يزوق كيف بغا، حنا عطيناكم الطريقه والمذاق والزواق تيبقى لكم نتوما. انا كنعرف غير نطيب الزواق شويه كيغلبني مثلا الديكورات ما تنعرفش ليهم بزاف في الخدمه كنطيب ونعطي للناس اللي معايا يزوقوا. دابا غادي نديرو المكنوس، غنديرو صافي تنخرو نشوفو شنو هي النتيجة غادي تصير. غندير شي تحميره او الفلفله الحمراء ولا واحد شنو ولا واحد شنو كيقول نزوق شويه داك الكروغيت. الى لقيتو الغليظ احسن. تيكري او حاليا هادشي اللي موجود في السوق. دابا الحوته ديالنا هي موجوده، بقى لينا الا ندرو عليها المحبه والسلام للمغرب الحبيب.